السلام عليكم. ان شاء الله النهارده هنتكلم على regulation of a tubular function. طبعا انتوا اخدتوا ازاي بيحصل في handling of a different electrolytes جوه renal tubule. اتكلمنا معاكم عن الصوديوم وعن البوتاسيوم وعن الكالسيوم وعن المغنيزيوم وعن الفوسفات، وعرفنا ان في كل segment من renal tubule بيحصل فيها reabsorption لديفرنت percentage من الالكترولايتس دي وبديفرنت ميكانيزمز. طيب ايه بقى اللي بيتحكم في tubular function دي؟ هنشوف ده موضوع المحاضرة بتاعتنا النهاردة. regulation of tubular function بيحصل عن طريق ثلاث حاجات اساسية، يا اما local mechanism يا اما nervous يا اما hormonal. اول حاجة عندي local mechanisms او بنسميها glomerulotubular balance. الجلوميرولوتوبيولار بالانس ده هي عبارة عن انترنسك ابيليتي للتوبيولز انها تزود الري ابزوربشن بمجرد زيادة التوبيولار لود او بزيادة الجي اف ار. فبالتالي لما بيزيد الجي اف ار بيزود الري ابزوربشن بتاعة الصوليوتس والووتر مينلي من البروكسيمال توبيول عشان نحافظ على البرسنتج النهائية اللي بيحصل لها ري ابزوربشن من المكونات دي ثابتة. ده الشكل بتاعنا، زيادة الجي اف ار تزود الري ابزوربشن بتاعتنا من البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول، واللي بالتالي هتساعد على السوليوت ري ابزوربشن في الثيك اسندنج لمب وكمان من الديستال تيوبيول. طيب هناخد اكزامبل على ده. لو الجي اف ار بتاعي زاد من 125 ل 150 بلاقي عندي ان البروكسيمال تيوبيولار ري ابزوربشن بيزيد من 81 ل 97.5 ملي بير مينيت. طيب تعالوا نحسب كده البرسنتج. ال 81 بالنسبه ل 125 هنلاقيها بتساوي ال 97.5 على ال 150 اللي هي هتساوي ال 65% من الجي اف ار بيحصل لهم ري ابزوربشن عند البروكسيمال تيوبيول. الامبورتنس بتاعت الجلوميرولوتوبيولار بالانس، اول حاجه انها بتمنع الاوفرلودنج اوف الديستال تيوبيولار سيجمنت لما الجي اف ار بيزيد، فاحنا من بدري بنعمل ري ابزوربشن للكميه الزياده اللي حصل لها فلتريشن. كمان انها بتشتغل مع ميكانيزم تانية اسمها تيوبيولو جلوميرولار فيدباك علشان تعمل بافرنج لاي تشينجز حصلت في الجي اف ار على اليورين اوتبوت، بحيث ان الفوليوم بتاع اليورين في الاخر يفضل عندي الى حد ما within normal level. طيب الميكانيزم عندي ايه اللي بيحصل؟ ان انا عندي ما جي اف ار بيزيد بيكون في عندي انا خلاص جي اف ار زاد معناه ان انا فلترت كمية كبيرة من الفلويد اللي هيعدي في الجلوميريولاي. طيب يبقى ده معناه ان كمية السوليوس اللي هتتبقى في الجلوميريولاي بعد الفلتريشن ده بعد الجي اف ار هتعلي الانكوتيك بريجر في البلازما، فبالتالي ما تيجي بقى بعد كده البلاد ده يعمل البيريتيوبيولار كابيلاريز حوالين التيوبيولز يقدر يعمل تاني ري ابزوربشن اللي هي الايه بيوصل للافرنت ويزود الايه يزود الري ابزوربشن فيها من التيوبيولز دي. طيب ده كده اول ميكانيزم. الميكانيزم التاني عندي النيرفس ميكانيزم. النيرفس ميكانيزم عندي ان هي السمباثيتك نيرفس سيستم. اكتيفيشن للسمباثيتك نيرفس سيستم هتزود الصوديوم والووتر ري ابزوربشن وتقلل الاكسكريشن بتاعهم. ليه؟ اول حاجه لان السمباثيتك بيعمل لي فازو كونستريكشن الافرنت ارتريول فيقلل لي جي اف ار. تاني حاجه ان هو هيزود الصوديوم ري ابزوربشن في البروكسيمال تيوبيول والثيك اسندنج لوب اوف هنلي. ثالث حاجه ان هو بيعمل لي تحفيز للرينال ريليز وبالتالي بيزود نسبه الانجيوتنسين 2 والالدوستيرون فورميشن. طيب ثالث ميكانيزم عندنا هي الهرمونال ميكانيزم. ايه الهرمونات اللي بتشتغل على التيوبيولز وبتنشط وبتريجوليت الفانكشن بتاعتها؟ في عندنا مجموعه من الهرمونات تشمل الرينال انجيوتنسين سيستم، الالدوستيرون، الاتريال ناتيوريتيك بيبتايد، والاي دي اتش او الفازوبريسن، والبارا ثايرويد هرمون. اول واحد فيهم الرينين انجيوتنسين سيستم. الرينين انجيوتنسين سيستم ده بيطلع نتيجه لزياده السمباثيتك اكتيفيتي زي ما قلنا من شويه، او نتيجه لنقص الرينال ارتيريال بريشر. ده بيقلل الاسترتش بتاعت خلايا موجوده في الجاكستا جلوميرولار اباريتس اسمها جاكستا جلوميرولار سيلز. تالت حاجة لو قل الصوديوم اللي معدي في التيوبيول
تعمل له سنسنج خلايا اسمها الماكيولا دينسا، برضو موجودة عند الجاكستا كولوميرولار أباريتس، ودي برضو بتحس ان الصوديوم قليل، ففي الحالة دي كل ده بيطلع لي الرنين. طيب الرنين بيطلع منين؟ بيطلع من الجاكستا كولوميرولار سيلز اوف الافرنت ارتريول في الجاكستا كولوميرولار أباريتس. طيب بتشتغل على ايه الانجيوتنسين 2؟ بتشتغل الرنين، الرنين بيحول الانجيوتنسينوجين لانجيوتنسين 1 اللي بعد كده بإنزيم بيطلع من الكدني اسمه الانجيوتنسين كونفيرتينج إنزيم بيحوله الانجيوتنسين 2. في النهاية الانجيوتنسين 2 ده اللي هيطلع هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي استيميليشن للصوديوم ري ابزوربشن عشان يزود الصوديوم اللي موجود عندنا في الدم، وده دايركت ميكانيزم. تاني حاجة بيزود الالدوستيرون سيكريشن وبيزود الـ ADH برضو سيكريشن اللي هتزود الووتر ري ابزوربشن. ادي عندنا الرسمه اللي بتوضح الاكشن بتاعي بتاعت دي. الاستيمينس بتاعي نقص الصوديوم كلورايد او نقص الاكسترا سيلولار فلويد فوليوم او نقص الارتيريال بلاد بريشر بيحفز الكدني علشان تطلع الرنين اللي هيشتغل على الانجيوتنسينوجين اللي جاي من الليفر يحوله الانجيوتنسين 1. الانجيوتنسين 1 ده بيشتغل عليه انزيم تاني اسمه الانجيوتنسين كونفرتينج انزيم بيحوله الانجيوتنسين 2. الانجيوتنسين 2 ده بقى هيروح يشتغل على كذا منطقة. اول حاجة يروح يشتغل على الادرينال كورتكس هنا فوق اهي جنب اللونج عشان يطلع لي الالدوستيرون. طيب ويروح يشتغل هنا على الفازوبريسن علشان يزود السكريشن بتاعه فيزود الووتر ريابسوربشن بالكيدني تيوبيولز. كمان بيروح يحفز السيرست سنسيشن فيخلينا نشرب مية. كمان تالت حاجة ان هو بيزود بيعمل فازو كونستريكشن للارتيريا بلاد فيزلز، فبالتالي كل ده بيحاول تاني يرجع البالانس بتاع الصوديوم ديكريز او الاكسترا سيلولار فلويد فوليوم او ديكريز في الارتيريا بلاد بريشر. تاني هرمون معانا هو الالدوستيرون. الالدوستيرون بيحصل له ريليز منين؟ بيحصل له مع زيادة الانجيوتنسين 2 كونسنتريشن زي ما قلنا من شوية، هيروح يحفز الادرينال كورتكس عشان تطلع الالدوستيرون. كمان لو زاد البلازما بوتاسيوم كونسنتريشن بيزود الالدوستيرون سيكريشن، وده احنا اتكلمنا عليه واحنا بنتكلم على البوتاسيوم الهاندلينج اوف البوتاسيوم في الرينال تيوبيولز. طيب بيطلع منين الالدوستيرون؟ بيطلع من الادرينال كورتكس. طيب هيشتغل ازاي؟ الالدوستيرون هيزود الصوديوم ري ابزوربشن ويزود البوتاسيوم سيكريشن في منطقتين، في الديستال تيوبيول وفي الكوليكتنج داكت عن طريق البرنسبل سيلز. ازاي؟ فاكرين احنا برضو قلنا الميكانيزم بتاعته واحنا بنتكلم عن البوتاسيوم، قلنا هو بيبقى ليه ريسبتورز جوه الخلايا بيدخل يمسك فيها وبالتالي بيزود الاكتيفيتي بتاعت الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز على البيزولاترال ميمبرين، وفي نفس الوقت هيعمل لي شانلز جديدة للصوديوم والبوتاسيوم على الابيكال بوردر اللي هي ناحية النيومن فيسهل دخول الصوديوم وخروج البوتاسيوم. ادي عندنا اهو الرنين، بعد الرنين لما طلع طلع لي الانجيوتنسين 1 والانجيوتنسين 2، ده بيروح يحفز الادرينال كورتكس عشان تطلع لنا الالدوستيرون اللي هيروح يزود البوتاسيوم سيكريشن وبيزود الصوديوم ري ابزوربشن. ثالث هرمون عندنا هو الاتريال ناتيوريتك بيبتايد، وده الستيمولس بتاعه الريليز بتاعته الاسترتش اوف الاتريال. اما الاتريال بتاعه الهارت خصوصا الرايت اتريال يتملى بكميه دم كتير يبدا يحصل استرتش ليه فيعمل تحفيز للريليز اوف الاتريال ناتيوريتك بيبتايد. طب يحصل له ريليز منين؟ من المايوكارديال سيلز اللي موجودة في الأتريا. بيشتغل على ايه؟ بيعمل انهيبيشن للصوديوم والووتر ري ابزوربشن في الرينال تيوبيول، وبالتالي بيزود الاكسكريشن بتاعته فبيحسن بيقلل حجم الدم وبالتالي يريح الاسترتش اللي حصل على عضلة القلب دي. وبالتالي هو ده اول هرمون هنشوفه هيعاكس الافكت اوف الرينال انجيوتنسين سيستم. ادي الرسمة بتاعت الاتريال ناتيوريتك بيبتايد. يبقى ما ده بقى هنا العكس، زيادة الصوديوم كلورايد زيادة الاكسترا سيلولار فلويد فوليوم او زيادة الارتيريال بلاد بريشر بتروح تعمل تحفيز للاتريوم عشان يطلع الاتريال ناتيوريتك بيبتايد.
ناتريتك بيبتايد تعمل انهيبيشن للصوديوم ري ابزوربشن فتزود الاكسكريشن بتاعته، وكمان بتعمل انهيبيشن للسموث ماسل افرنت ارتريول فتعملي شويه فازو دايليتيشن فتزود الجي اف ار فتزود الفلتريشن فتزود الاكسكريشن، وتعمل انهيبيشن لمين للرينين انجيوتنسين الدوستيرون سيستم، وتعمل انهيبيشن للسمباثيتك. ففي الحالتين دولت هم بتعمل اوبوزنج للاكشن بتاعهم، بتعمل لهم انهيبيشن فتزود الاكسكريشن اوف الصوديوم والووتر. طيب بعد كده عندنا الانتي دايريتك هرمون او اسمه التاني الفازوبريس. انتي دايريتك هرمون دايريسيس يعني ازود اليورين. طب حاجة انتي دايريتك يبقى انا بقلل كمية اليورين اللي هتخلص منها الجسم، ده اسمه. طيب اسمه التاني فازوبريسن. فازو جاية من بلاد فيزل، فيزل اللي هي فاسكولر او والبريسن يعني اللي بيعمل كونتراكشن او بيضيق. يبقى فازوبريسن يبقى اذا هو الاكشن بتاعه من اسمه حاجتين. اول حاجة ان هو هيقلل الووتر اكسكريشن، هيقلل حجم اليورين، وتاني حاجة انه يعملي فازو كونستريكشن اوف البلاد فيزلز. طيب الستيمولس بتاعت الريليز بتاعته اكيد بقى هيطلع في حالة ايه؟ في حالة زيادة البلازما اوزمولاريتي. البلازما اوزمولاريتي تزيد لما المية اللي بنفقدها من الجسم بتزيد، فهو هنا الاوزمولاريتي بتاعت الدم هترتفع، او يقل الاكسترا سيلولار فلويد فوليوم زي في حالات الهيموريج. طيب بيطلع منين؟ بيطلع من ال posterior pituitary، وبيروح يشتغل على ايه؟ بيزود الووتر ري ابزوربشن عن طريق ان هو يزود البرميابيليتي بتاعتها في الديستال والكولكتنج داكت. كمان بيشتغل عن طريق مجموعه من الريسبتور اسمها الفازو اللي هي الفي 2 ريسبتورز. ادي عندنا اهو الانتي دايريتك هرمون بيروح على اللي هي البرنسبل سيلز اللي موجوده في الديستال او الكولكتنج داكت، بيشتغل على ريسبتورز موجوده اسمها الفي 2 ريسبتورز. اول ما بيدخل جوه بيبدا يزرع لي ووتر تشانلز على الابيكال بوردر او اليومينال ممبرين ده علشان تسهل دخول الووتر من جوه التيوبيول للخليه ومنها للدم. طيب اخر هرمون عندنا اللي هو الباراثايرويد هرمون. الباراثايرويد هرمون بيطلع نتيجه لايه؟ نتيجه لنقص البلازما كالسيوم كونسنتريشن. بيطلع منين الباراثايرويد؟ بيطلع من الباراثايرويد جلاند. بيروح يشتغل على ايه؟ بيزود الكالسيوم ري ابزوربشن من الثيك اسندنج لوب اوف هنلي والديستال تيوبيول. تاني حاجه بيقلل الفوسفات ري ابزوربشن بالبروكسيمال تيوبيول، يبقى هيزود الكالسيوم ويقلل الفوسفات، يبقى بالتالي بيقلل الكالسيوم اكسكريشن وبيزود الفوسفات اكسكريشن. ادي عندنا نقص البلازما كالسيوم يزود الباراثايرويد هرمون. الباراثايرويد هرمون بيروح يشتغل على ايه؟ يزود، يروح على الكدني ويروح على البون، يطلع لي كالسيوم من البون عن طريق يحلل جزء من البون يزود الريزوربشن، ويروح على الكدني يقلل الفاقد اللي بيحصل من الكالسيوم فيزود الكالسيوم ري ابزوربشن. دلوقتي هنتكلم عن الرول اوف الكيدني في الريجيليشن اوف الارتيريال بلاد بريشر. طبعا احنا من الكلام اللي فات ده شفنا ازاي ان التغيرات في البلاد بريشر بتحفز هرمونات انها تطلع، او تحفز نيرفز ميكانيزمز، او حتى تحفز اللوكال ميكانيزمز، فبالتالي تؤدي في الاخر ان الكيدني تشتغل حاجات تحاول ترجع بيها الارتيريال او تمنتين الارتيريال بلاد بريشر وذ النورمال ليفل. طيب هنا بقى تجميع ايه هي الكيدني ازاي هتعمل ريجيليشن ارتيريال بلاد بريشر. اول حاجة عن طريق الرينال بودي فلويد سيستم. احنا عندنا في حاجة اسمها البريجر دايريسيس والبريجر ناتيريسيس. لما بيزيد الارتيريا بلاد بريجر ده لوحده بيؤدي لزيادة الووتر اكسكريشن، عشان كده عيانين الهايبرتنشن بيكون عندهم بيروحوا دايما يقولوا ان هما بيروحوا للحمام اكتر. ليه؟ عشان الهايبرتنشن ده البريجر دايريسيس. طب البريجر ناتيريسيس ده ايه؟ زي كده ما احنا بناكل فسيخ في شم النسيم، نقعد نشرب، احنا بنزود كميه السولت جوه الجسم بتاعتنا، نزود كميه الاملاح، فبالتالي برضو بيزيد الايه؟ اليورين فورميشن. لما البادي بيكون فيه تو ماتش اكسترا سيلولار فلويد البلاد فوليوم بيزيد والارتيريا بلاد بريجر بيزيد. البريجر اللي بيزيد ده بيكون لي دايركت افكت على الكيدني علشان تتخلص من الاكسس اكسترا سيلولار فلويد فترجع البريجر للنورم. طيب
ده عندنا الكنترول ازاي ان ما الارتيريال بلاد بريشر، كل ما الارتيريال بلاد بريشر بيزيد اليورين اوت بوت بتاعنا بيزيد. طيب تاني حاجه، في ميكانيزمز تانيه بتساعد على الكنترول اوف الارتيريال بلاد بريشر. الميكانيزمز دي بتزود فاعليه الكدني ان هي تتظبط او تتحكم في البادي فلويد سيستم. انكلود ايه بقى؟ الاوتو ريجوليشن اوف الجي اف ار، والجلوميرولو تيوبولار بالانس اللي اتكلمنا عنه النهارده، سمباثيتك نيرفوس سيستم اتكلمنا عنه النهارده، الرينين انجيوتنسين سيستم، الالدوستيرو، اتريال ناتريتيك بيبتايد، الانتي دايريتيك هرمون، فيزيكال فاكتور زي تشينج في البيري تيوبولار كابيلاريز والانتراستيشيال سبيس.